هذا لم نقل في أي مرة أن الاتحاد الكاميروني أساء في شيء أو إيتو أساء في شيء أو غيره. إيتو صديق وأخ ونحن نحترمه ونحترم الاتحاد الكاميروني ونحترم كل الاتحادات الإفريقية، وعملنا في كل مرة في هذا الاتجاه. كنا من الأوائل الذين ساندوا ودعموا الكاميرون في تنظيم كأس إفريقيا، وهو يتذكر جيدا ما قلته له، ويتذكر كل الشعب الكاميروني يتذكر الموقف الجزائري من ذلك، وهذا ما هو إلا دليل على يعني الاحترام الذي نكنه لكل هذه الاتحادات الإفريقية وخاصة في هذا المجال.